طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة أعرف النقاط بتاعت الكمبريسر بين الرننج والستارت والكومون. أول حاجة، فاضي النقاط ما عارف أنا لحد الآن الفرق بينات شنو، ما عارف ده الرننج ولا ده الستارت ولا ده الكومون، يعني ما لسه ما عرفتين. فأنا إذا كانت ما موضحة حاجة زي دي في الكمبريسر، فالطريقة سهلة أوضحها بالطريقة دي. أول حاجة برسم رسمة نفس الطريقة المخطوط بها الكمبريسر في ورقة، يعني كده بالطريقة دي، ده نقطة وده نقطة وده نقطة، نفس الطريقة المخطوط ليها. بعدين ببدأ أشيل القياسات، أكبر مقاومة بتجيني اللي هي بواجهة طوالي الكومن، المقاومة اللي بعديها اللي بتجيني بواجهة على طول على الراني. فأنا أبدأ أشيل قياساتي من النقطة دي النقطة دي النقطة دي. يلا نبدأ نجيب الكلاميتر، افتح الكلاميتر نحطه في عشان يدينا صوت ونسمع. طيب لحد الآن زيرو. نبدأ بنقيس بين النقطة دي والنقطة دي، كم؟ 1.2. نجي نكتبها هنا، نكتبها هنا 1.2. تاني نقيس النقطة دي والنقطة دي. الله، ثلاثة بوين واحد. نكتبه هنا 3.1. طيب آخر نقطة اللي هي بين دي ودي، نقيسها فوق اللي هي النقطة دي والنقطة دي. اثنين بوين واحد، اثنين بوين واحد، اثنين بوين واحد. طيب أكبر مقاومة هنا وين؟ واحد بوين واحد، واحد بوين اثنين، واثنين بوين واحد، وثلاثة بوين واحد. أكبر مقاومة هي الثلاثة بوين واحد دي، معناتها ده الكومن. المقاومة الكبيرة بعدها اللي هو الرني، أكبر مقاومة هنا بعد الثلاثة دي هذي دي، معناته ده الرن. أصغر واحدة دي هو البوازيها ده، معناته الإستار. كده عرفت نقاط الكمبرسر. ده يمشي الكهرباء مباشر مترن، ده بيمشي طرف من أطراف الكابستر. لو فرضنا ده الكابستر فهو طرفين، طرف هنا وطرفين. ده بيمشي طرف من اطراف الكابستر، اللاين بخش هنا، اللاين بخش هنا، ده اللاين، ومنه هي النقطة بتاعت الرننج بتوصل هنا. كده الكمبرسر بيشتغل، لاين لاين نيوترن نيوترن، يمشي الكمبرسر طوالي الكومن. غالبا السلك بتاعه بيجي، الواير بتاعه بيجي اسود، والستار في الكابستر غالبا السلك ممكن احيانا يجي احمر او ابيض حسب الماركه بتاعت المكيف. كده التوصيل سهل، عرفت النقاط اقدر اوصل عادي.